بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أستاذة دعاء محمد راشد، رئيس قسم التربية الخاصة في المدرسة الأمريكية الدولية الحديثة. بداية حابة أهني دولة الإمارات وشيوخ الإمارات وحكام الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد 49. طبعا إحنا كمدرسة ماشيين مع توجهات الدولة وحكام الإمارات وشيوخ الإمارات في دمج الطلاب من أصحاب الهمم. فالمدرسة أنشأ قسم التربية الخاصة في المدرسة سنة 2017. الخدمات اللي بقدمها القسم التربية الخاصة لأصحاب الهمم خدمات تقييم الطلاب بناء على احتياج كل طالب، كذلك الخدمات الخطة الفردية التربوية IEP لكل طالب. بيكون في عنا خطة فردية تربوية خاصة بكل طالب بناء على قدراته ونقاط القوة تبعته ونقاط الاحتياج. الخدمات اللي بقدمها القسم هي عبارة عن خدمات تقييم الطلاب على بعض الاختبارات الخاصة بمجال التربية الخاصة، لكل طالب اختبار حسب الاحتياج اللي هو محتاج الطالب. بعد الاختبارات التقييمية بيتم بإعداد الخطة الفردية التربوية، وهي عبارة عن خطة IEP للطلاب. لكل طالب بيكون في خطة فردية تربوية بتحتوي على نقاط القوة للطالب ونقاط الاحتياج ونقاط الضعف. فكل طالب بيكون عنده خطة فردية تربوية. بعد ما يتم إعداد الخطة الفردية التربوية بيتم مرحلة تدريب الطلاب عن طريق تقديم الدعم داخل الفصول وخارج الفصول سواء في القسم. كذلك في عنا بعض الخدمات اللي بتقدمها المدرسة، بيكون في للطلاب معلم الظل بيقدم كمان الدعم للطالب داخل الصف. وكمان المدرسة بتقدم خدمة كتير مهمة للطلاب اللي عندهم قصور في مجال اللغة، وهي خدمة التخاطب. المدرسة عندها أخصائي تخاطب بيقدم خدمة اللي هي التخاطب للطلاب، كما أنه المدرسة بتقدم للطلاب الاحتياج، الطلاب من أصحاب الهمم بتعملهم امتحانات خاصة فيهم، أوراق عمل خاصة فيهم، وكمان بتقدم الدعم للأسر. أحياناً بيكون في عندهم سلوك معين، بيكون الأسر أحياناً في عندهم مشاكل مع الطلاب كيف يقدروا يحلوا في مشاكل سواء كانت أكاديمية. كل هذا المدرسة بتقدم لهم الخدمة الدعم الإرشاد الأسري تحت منهج اسمه البريف ثيرابي، اللي هو منهج قصير المدى المرتكز على الحلول. طبعا احنا حاليا نعرف انه كل التعليم صار اغلب توجهاته بسبب ظروف كورونا نحو الاونلاين. فالمدرسة ما بتغفل الطلاب من اصحاب الهمم، بتقدم لهم خدمة التعليم اللي هو المدمج سواء بيكون داخل المدرسة او الطلاب حسب اختيارهم على الاونلاين. بيكون المعلم 1-to-1 ايضا مع الطالب بيقدم له الدعم سواء حتى هو كان موجود في البيت. كمان أحياناً بنلجأ لبعض المراكز منهم الأخصائيين مثل أخصائيين العلاج الوظيفي لحتى نقدم الخدمات للطلاب المحتاجين اللي بيكون في عندهم بعض المشاكل الحسية. فمنلجأ للأخصائيين المتخصصين في المجال حتى نأخذ منهم الاستشارات، وكمان نقدم هاي الخدمة للطلاب ونساعدهم في علاج المشكلات الحسية. في عنا خدمة هي للطلاب تقدم بشكل شهري، عبارة عن تقرير مفصل بيتقدم للأسر عن المستوى اللي وصل إلى الطالب خلال الشهر التدريبي. فمنرفق مع الأسرة تقرير شهري بيكون فيه موضح شو هي الأهداف اللي أنجزها الطالب وشو أيضا النقاط اللي بيكون الطالب محتاج فيها لتدريب. طبعا احنا دائما بالمدرسة بيكون في عنا العمل بروح الفريق. اي خدمة بدنا نقدمها للطالب كلياتنا كفريق عمل متكامل نتعاون مع بعض، بنجتمع حتى نقدر ان نساعد الطلاب ونطور من مهاراتهم. كمان الخدمات اللي بتقدمها المدرسة للطلاب خدمة الدعم داخل الفصول اللي هي البوش إن، وكذلك خدمة الدعم خارج الفصول في القسم اللي هي البول أوت. بيكون الطالب مع المعلم جلسة مباشرة 1-to-1 بيقدم له فيها دعم كامل للطالب بشكل مستقل ومنفرد. نهاية حاب أشكر حكام الإمارات وشيوخ دولة الإمارات ووزارة التربية والتعليم
على دعمهم الكامل لفئة الطلاب من أصحاب الهمم في دمجهم في المدارس وتقديم الدعم المدرسي والتعليمي الكامل لهم. وحابة أهنيهم بمناسبة عيد الاتحاد 49، وكل عام ودولة الإمارات وشعب الإمارات وحكام الإمارات في ألف خير. أدام الله هذا الوطن آمناً ومطمئناً بسلام.